كمستخدمين للتقنية والأجهزة الذكية أكيد تواجهنا بعض المشاكل ويمكن المعوقات واللي تحتاج مننا أننا نكون على اطلاع دائم بجديد التقنية وطرق حل أعطالها. ومع ضرورة الحاجة لذلك أكيد خرجوا لنا صناع محتوى متخصصين في هذا الجانب ويقدمون لنا أجدد وأبرز الشروحات التقنية. ومعنا اليوم في الاستوديو أحد هؤلاء اللي تميزوا بسرعة ودقة تقديمهم للمعلومة التقنية في قالب جذاب ومختصر. أدهم الغامدي الخبير التقنية، أهلا وسهلا فيك، نورتنا. أهلا الله يحييك. طبعا أدهم، أمس عرفنا أنه كان مؤتمر آبل، طبعا تكلموا كثير عن الآيفون الجديد. إيش أبرز ما جاء في هذا المؤتمر وإيش جديد الآيفون وهل نشتري ولا لا؟ فعليا هي أربع آيفونات مو واحد. حلو. طبعا في المؤتمر أعلنوا عن آيبادين، ساعة للي مهتمين فيها، ومعها أربع آيفونات. أربع آيفونات بصراحة ما أعتبرها تحديث كبير عن آيفون 12 السنة الماضية، شيء بسيط جدا. نعم. يعني البطارية صارت أحسن، الأداء صار أحسن، التصوير صار أحسن، بس ويمكن هذا شيء اعتيادية شوي. الشيء اللي يمكن شوي سووه هذه السنة صار يعني لطيف شوي للناس اللي يهتمون بالألعاب، صارت استجابة الشاشة تعتبر سريعة شوي، هذه ما راح الواحد يقدر يحس فيها لين يجرب نفسه. الشيء الثاني صار في تصوير يسمونه وضع سينمائي، صار كأنه الكاميرات شوي تحاكي الكاميرات السينمائية، بأنه أنت تقدر تصور الجوال نفسه في ذكاء اصطناعي يشتغل مع المعالج. نعم. فهي تفهم وش المشهد اللي انت قاعد تصوره وتغير التركيز. فمثلا لو انا كنت اكلم شخص بعدين التفت على شخص ثاني، تتحول الكاميرا بنفسها وتركز على الشخص الثاني، بعدين انا جيت باخذ شيء تقوم تغير التركيز على هذا الشيء اللي باخذه. فهي تفهم المشهد وتبدا تحاول تساعدك في انتاج شيء سينمائي بمجرد الجوال بدون ما تضغط ولا زر واحد. يعني المصورين بيستفيدون، بيستانسون على هالايفون، بينبسطون مره اتوقع. جميل. أيه. طيب استاذ ادهم، خلني اسالك، المميزات اللي تم الكشف عنها هل هي صدق جديده تستحق اني انا مثلا اترك جوالي اللي قبل واشتري واحد جديد؟ لا لا، ولا بس تجميع جوالات؟ انا بالنسبه لي هوايه تجميع جوالات حلوه، لكن بشكل عام الصراحه لا، يعني انا من البدايه قلت انها هي شويه تحسين، فلا يمكن انا دائما اقول اللي يخرب جواله هو اللي يروح ياخذ. اغلب المميزات اللي طلعت ما هي جديده، سبق وشفناها في السوق. الشيء اللي يميز ابل يعني عشان ما نظلمهم بعد، يمكن انه هم يجون متاخرين في هذه الميزات، بس لما يسوونها يسوونها بالطريقه الصح. مثلا واحده من الميزات الجديده سووها ماكرو، الحين تقدر تقرب من اي شيء بمقدار 2 سنتي تطلع لك فيه تفاصيل، مثلا تصور ورقه شجره يطلع لك الخطوط اللي فيها وكل شيء. سووها بطريقه تقريبا افضل من الشركات الثانيه. دقه التفاصيل يعني. الدقه، كيف انها تشتغل من نفسها بسرعه، هو يفهم الجوال اول ما تقرب انت تشتغل، الثانيين لا لازم تروح. اجل هو جهاز فعليا مستخدم للفوتوغرافر وللمصورين اكثر شيء فعليا يعني. يعني الى حد ما اهتموا في الكاميرات كثير، اي فما في يعني ما في تغيير غير في الكاميرا. كاميرات، بطاريه احسن، اداء احسن، يعني تحسينات بسيطه يعني عن السنه الماضيه تقريبا. طيب أدهم، بما أنك مهتم كثير بالتقنية أبغى أتكلم شوية عن محتواك، كيف بتجهز لمحتواك؟ هل هي تحليلك الشخصي ولا بتعتمد على مصادر؟ لا أكيد كذا وكذا، في جزء مهم مرة هو اللي هو مصادر. تقريبا يوميا الصباح من 9 الصباح لازم كل يوم أخذ اللفة العالمية، سواء على المواقع الأمريكية ولا حتى الصينية، نشيك عليها. عقبان ان شاء الله مع التطور اللي قاعد يصير عندنا وقاعد يستقطبون شركات تقنيه تبدا تطلع شويه الاخبار من عندنا. حلو. لكن بالمجمل تعتمد على المصادر، بعدين عاد في جزئيه ثانيه اللي هي مجموعه مزيج ما بين تجارب، اشياء كذا يعني، يعني مع السنوات الواحد يبدا يقدر يحلل شوي، يعرف وين صاير التوجه، ايش تتنبا ايش الشركات ممكن تسوي. تقريبا مع السنوات الواحد يبدا يعرف. حلو. أدهم، يمكن عشان نصنع محتوى جيد مهم جدا انه هذا الشخص اللي هو بيتكلم في هذا المحتوى يكون مطلع على الجديد. أي. في التقنيه نفس الشيء، اكيد لازم يكون في حاجه مهمه انتم بتركزوا عليها بشكل عام، ايش الاهم حاجه انت بتركز عليها؟ اعتقد انها تختلف من شخص لشخص، بس انا فلسفتي بشكل عام انه حاول تحط نفسك مكان الناس، حاكي، وهذا مهم في الإعلام كله أصلاً بشكل عام، أنك أنت تشوف الناس إيش اللي يهتمون فيه تكلم فيه. أنا لاحظ الغلطة صراحة اللي يقع فيها كثير من صناع المحتوى عامة والتقنيين خاصة، أنهم يضيعون ضمن متاهات الأرقام عامة. يعني الحين أنتم سألتوني وش الشيء الجديد، أنا ما قلت لكم ولا رقم، ما قلت لكم كم رقم البطارية، ولا قلت لكم كم العدسات، ولا بالضبط. وهذا اللي ما يهم الناس.
في ناس تطيح. اعرف اقول 8 جيجا بايت رام، نوع دي دي ار 4، مدري ايش. اقول لك من بالضبط. انا اسالك ايش ابل، واحده من الاشياء تميزت فيها انها تطلع المؤتمر ما تقول رقم واحد. البطاريه تقول لك البطاريه تقعد مثلا يوم كامل، او الجمهور يبغى شيء يفهمه. عشان كذا صار في كثير يتهموني باني انا ما افهم تقنيه، بس انا فعليا انا ماني جاي استعرض وش الارقام اللي اعرفها، انا جاي اقدم محتوى يهم الناس، بسيط للناس. لا بسيط، وهذا المهم. بصدق انا لما ادخل على اليوتيوب مثلا وابي اشوف شيء ويجي واحد يقول لي 8 جيجا لا 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 لا، على طول سكيب اغير ال احد ثاني، اغير لحد ثاني يتكلم معي بلغتي. صح. انا ما يهمني، انت قاعد تقدم هذا العرض لناس، من انت قاعد تقدمه للخبراء، فلازم تحاكي الناس ما تحاكي الخبراء. صحيح صح، انا اتفق. واضح انه معصبين. لا لانها نقطه فعلا مهمه، يعني احنا يمكن لانه تقني مو كل احد يفهم، مو كلنا تقنيين. صح. ما مرينا بهذا الشيء. لكن على طار الاتهامات، انتم شكل اتهاماتكم كثير، يعني الناس قاعده كمان تتهمكم فوق هذا الاتهام. يمكن كمان قاعده تتهمكم انكم المنتجات اللي تحكون عنها على السوشيال ميديا او غيرها، انتم قاعدين تسوقون لها بطريقه غير مباشره، او تسوقون لها او تمدحون مزاياها وتقولون هذا الشيء كويس وممتاز والى اخره. يعني في اسماء كبيره الان قاعدين نشوفها، في ناس ممكن تنطبق عليهم هذا الاتهام، او في ناس لا. انا برايي الشخصي للامانه، فكيف تقدر ترد على هذه الاتهامات؟ انا قبل لا ارد انا ابغى اوجه لكم السؤال، انتم كلكم الاربعه مسكت الدقن عرفت كذا. انتم ما مدى ثقتكم في التقنيين؟ لا اثق فيها، لا اثق في اي شيء في تكنولوجيا نهائيا. لا لا، انا اتكلم عن الكريديبيليتي حقتهم او التقنيين. يعتمد على مين؟ يعني في اشخاص احب اسمع لهم واتابعهم شخصيا على سناب، على انستغرام، على تويتر، اشوف جديدهم. في ناس ما اعرفهم فما ادري عن مصداقيتهم، واذا قال اشتري هذا الشيء انا اشتريه وانا مغمضه. طب اتابعهم ليه؟ عشان اشوف ايش الجديد، هل الشيء يسوى او لا. عشان كذا احنا اليوم مستضيفين ادهم عشان يعلمنا وش نسوي. والله صراحه ادهم يعني بالنسبه لي انا، اي شخص سواء في التقنيه او غير التقنيه يسوي اعلان لاي شيء مستحيل اشتري هذا الشيء بما انه اعلن عنه. والمشكله ان الوضع تطور لين على قولتهم اختلط الحابل بالنابل، صار واحد ما يدري المشاهد هل هذا اعلان اساسا ولا لا. احيانا اسوي فيديو مجانا الناس يحسبونه اعلان، هذه مشكله. انا بالنسبه لي طبعا انا ما اقدر اتكلم عن البقيه، بتكلم عن نفسي. انا اتكلم عن اجهزه واخبار واغطيها بشكل يومي تقريبا، هذا جزء كبير من يومي. حلو. فبالنسبه لي لما تجي شركات تعلن عندي، نعم تجي شركات، بس انه طبعا اساسا ما اقدر اكمل في هذا البزنس الا لازم يكون في اعلانات او لازم يكون في مصدر دخل، يعني هذا شيء لازم نؤمن فيه. صح. بس هو الفكره انا بالنسبه لي لما تجي شركه بتشتري اعلان، فهو فعليا تشتري مكان، خلينا نقول ظهور، تشتري اكسبوجر زياده، يعني ظهور زياده. يعني بدل لا اسوي لهم فيديو واحد، طبعا انا راح اتكلم عن منتجك فيديوين او ثلاثه، لكن ما في راي ضمن الفيديو اتكلم عنه اقول هذا رايي في الجهاز هذا كذا او في ذا الميزه كذا. صح. الا هي انا اتحمل مسؤوليتها بالكامل. وغير يعني كذا انت اصلا موضح انه هو اعلان لازم، يعني علشان كذا يعني ما احس انه في غش. اعتقد يكتب الاعلانات من لازم وزاره التجاره. اي هذا صار قانون رسمي الان، لازم الواحد يصرح انه اعلان. نعم. طيب ايش اكثر شيء المشاكل التقنيه اللي تجيك؟ كثير مره، بس انا اشوف انه كثير من المشاكل تلف وترجع حول الباسوردات، انه يجي واحد يحط كلمه اكبر واحده هنا، كلمه مرور واحده، يا اما يحط كلمه مرور واحده لكل الحسابات وكل الاجهزه، يا انه ينساها كثير. الله وكيلك، ايميل، كل ايميل. لا خلاص، لا لا ما يصلح تقولي على الهواء. كل جوال باسورد. هذا الصح. كل شيء لحاله. كل يوم جوالي يتفرمت ونرجع من جديد شهريا. انا هذا وضعي صدق، جوالاتي يعني، وانسى جوالك اتوقع المفروض تحاول اتذكر وش الباسورد. ما في، لانك بتغيريه بشكل دائم، وهذه مشكله صراحه. لا، واكتشف انه الايميل انا بعد مغيرته، فطب كيف نرجع للباسورد؟ فانا هذه مشكلتي. صورك كان اي كلاود. اي 24 ساعه، هذه مشكلتي. لان الانظمه صار فيها تذكر للباسورد، او تقريبا انا انصح في تطبيقين، تطبيق اسمه ون باسورد او لاست باس. هذه تطبيقين يقدر واحد يحملها، تقترح لك باسوردات صعبة وتحفظها بالداخل وتعلمك هذا والله باسورد تويتر، هذا باسورد اي كلاود، هذا باسورد. طيب ما ممكن تخترق هذه التطبيقات؟ مو الحين، هذا التطبيق لازم تحط له باسورد. شفت اني ما اثق في كل شيء كمان. هذا مربط الفرس. طب انا بسألك سؤال، انا سبق واني انا حملت تطبيق زي كذا، اي يعطيني باسورد على طول. حلو. زين، غيرت الجهاز حقي، ابي افتح ايميلي، ايميلي مرتبط بهذا،
وانت نسيت الباسورد حق هذا؟ لا ما نسيت، انا معتمده على الباسورد اللي هو يعطيني اياه. طيب. فلما نقلت على جهازي الجديد مو قاعد يعطيني الباسورد، والايميل تقفل علي، وقاعده ارسل الشركه عشان ايميلي رافضين يعطوني اي حل. يقولون لازم تنصب. انا حملت البرنامج الابلكيشن ده بس مو راضي يعطيني الباسورد. نفس التطبيق اللي بيقول عليه ادهم؟ ايه لا مو هو، بس هو فهم شيء يشبه تطبيق شي يشبه يعني. صراحه كل تطبيق له طريقه مختلفه، بس بشكل عام يعني ما ادري وش التطبيق اللي انت تستخدمينه، بس بشكل عام هي للاسف انه لازم تتذكرين الباسورد على الاقل خاص بهذا التطبيق. من ناحيه الايميل فانت لما تسجلين في الايميل يكون في الظاهر عندك سؤال تحطينه اذا تتذكرين شيء. تواصلت مع الشركه رافض، يقولون لازم، ارسلت لهم جواز سفر، ارسلت لهم طاقه، ارسلت لهم كل شيء، وانا صاحبه الايميل رفضوا. أجل نرجع للنظام القديم نسجله في ورق. سجله اتوقع ورق. هذا اضمن شيء. بالضبط هذا السؤال اللي بدي اسالك، هو بعض الناس في نفس جوالهم على النوتس يسجلوا كل الباسوردز، وفي بعض بيتخذ الطريقه القديمه انه في دفتر يكتبوا فيه الباسورد حقت الحسابات حقتهم، فايش الطريقه الاسلم والاكثر امانا؟ مع انه انا شايف الاثنين ما فيها امان. انا اتصور انه ممكن بعض المشاهدين يحسبوني امزح يوم اقول سجلوا في ورق، لا انا افضل تسجلها في ورق ولا تسجلها في النوتس، لان النوتس لو واحد عرف باسورد الاي كلاود حقك مشكله. احيانا في ناس يغلطون يحطون الحساب حق الاي كلاود حقه في اكثر من جهاز، فراح يشوف النوتس حقتك، راح يعرف كل حساباتك. يعني في شويه مخاطر لو واحد فتح جهازك، لو فلا لو تخليها في ورقه وانت عارف مكانها يمكن اضمن لك بكثير. أفضل. انا كذا اشوف احسن من النوتس. والله نفس الشيء اشوف. اكثر المشاكل التقنيه كمان غير انه الناس بيضيعوا الارقام والباسوردات زي اودي وانا، ويمكن كلنا صراحه. والله ارقام ايش كمان ممكن تكون في مشاكل تقنيه الناس بتعاني منها؟ مؤخرا صايره مشاكل واتساب، اتصور اللي يرسلون رسائل ويقولون احنا نعرف عنك معلومات واي هذا تبع، صايرين كثار يعني فنانين فيها صايرين. هذه مشكله تقنيه كبيره، هذه كثير يعانون منها، لانه بطريقه ما قاعد الاحظ انه ما اعرف كيف الناس تنسرق حساباتهم واتساب، او فعليا لا هو يرسل له الكود، يتصل عليه يقول احنا مثلا البنك الفلاني او الجهه الفلانيه الشركه الفلانيه بيوصل كود اعطينا اياه، في ناس للاسف تصدق يعطيهم الكود، ويكون هذا الكود هو كود توثيق للدخول للواتساب، يدخل ويبدا يطلب، وهي صارت لواحد من اقربائي صار يطلبنا فلوس انه فلان ادهم انا احتاج كذا 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 مثلا مبلغ مالي. طبعا انا عارف الموضوع بس ما ادري اذا في احد غيري تاثر بالموضوع ولا لا، ممكن يكون حوله فلوس. ادهم في سؤال، طب لما هو ياخذ الكود ما يطلع لي في جهه السيتنج انه في كذا جهاز داخل؟ لانه في الواتساب في خاصيه تدخل عليها وتشوف وش الاجهزه المرتبطه، صح؟ صح، بس الواتساب الاجهزه هذه مرتبطه لازم تكون عبر متصفح، يعني مثلا اللابتوب، بينما الجوال بس مسموح لك جوال واحد. نعم. فهو لما يدخل فيه في جوال ثاني هنا المشكله. يعني ينسحب من جوالي ويروح للجوال. اي. شكلنا هنعطيكي انت وادهم بعد الحلقه ويقعد يفرمت لك جوالاتك ويضبط لك الباسوردات، صح؟ بالضبط. يعني يمكن اهم شيء بالنسبه لنا كلنا اللي هو الخصوصيه، البرايفسي. صحيح. ايش اهم الاشياء اللي ممكن احنا نسويها؟ وشفنا حسابات ناس كثير موثقه ومشاهير او حتى غير مشاهير، زي ما تفضلت من شوي موضوع الواتساب، طيب الانستغرام، التويتر، ياما شفنا تويتات من غير اهلها مثلا، يدخل تويتر يهكر حساب احد، يحط تويته او يدخل سناب يصور شيء او يدخل على صور. ايش اهم نصيحه تقدر تعطينا اياها اليوم والمشاهدين نقدر نتفادى هذا الموضوع؟ هي شغلتين، الباسورد والأهم من يعني كلمة المرور، الأهم من كلمة المرور اللي هو يسمونه التوثيق الثنائي، اللي هو تربط حساباتك برقم الجوال. أنا هذه بالنسبة لي تخليني أرتاح كثير، ممتاز. لأنه خلاص ما عاد أحد راح يقدر يدخل لا تويتر ولا انستغرام ولا أي شيء إلا لازم كود. ياخذ الكود اللي يجي رسالة على رقم الجوال. ممتاز. هذه يعني بالنسبة لي تريحني بنسبة يمكن 90%. تقريبا سويتها، ما في خطر، يعني ما في ناس يعتقدون انه ممكن يجي هاكر لا ويطلع كل شيء، لا مو بالسهوله هذه. يعني حتى انستغرام، انا الامانه اذا تسمحوا لي بس اقول قصه سريعه حصلت لي في الانستغرام قبل ما يتوثق حسابي، يمكن قبل سنتين ارسلوا لي انه احنا انستغرام والايميل انستغرام والتحت الكوبي رايت يعني رسمي، وارسلي لنا صوره جوازك، ارسلي لنا ما ادري ايش، ارسلي لنا، وانا صراحة يعني مو بذكاء مني أرسلت. أوكي. وأرسلي لنا، بس لما شفت كلمة أرسلي لنا يور باسورد هنا كشيت. أيوه. قلت كيف أرسل لكم؟ يعني أوكي جوازي أفهم، أرسل لكم صورتي أفهم، اسمي الكامل أفهم، بس باسورد الصراحة كشيت. رحت حكيت على الموضوع على السناب،
جتني ردود أن في كثير ناس حتى ما هم يعني في مجال الإعلام أو السوشيال ميديا جتهم نفس الشيء، فإيش القصة؟ هل هذه عصابات؟ هل هذا فعلا من إنستغرام؟ وش يعني إيش التفاصيل هذا الموضوع؟ للأسف أنه هذا يصير لي بشكل شبه يومي أنا. حلو. لأنه أنا يعني عندي فولورز كثير على كل المنصات، فكل منصة في لها مجموعة مستلمينها، تويتر، يوتيوب، انستغرام، يرسلوا لي. بس انا ما حد قد خدعني الا واحد كان ذكي مره، اخذ تعرضت للخديعه الى اخر لحظه، بعدين كذا في اخر لحظه انتبهت، لانه يجونك يستخدمون ايميل مثلا @يوتيوب، بعدين في تغيير كذا بسيط يمكن ما تنتبه له، ما تلاحظه صح، او انستغرام، او يحاولون دائما يحاكون. انا عن نفسي دائما اذا جوني ابلغ عليهم يعني المنصات نفسها لعله وعسى يسوون شيء. بس بشكل عام القاعده بشكل عام المنصات عمرها ما راح تطلبك تجي تطلبك معلومات شخصيه بالنسبة. هذا بشكل عام صح. واهمها الباسورد، هم يقدرون يطلعون باسورد صح. صح صح، فمو محتاجين يطلبون اي شيء. صحيح. زميلاتي كلكم سالتوا كل الاسئله والمشاكل التقنيه انحلت. ادهم انا مره شاكره، يعطيك الف عافيه لتواجدك معنا، يعني اعطيتنا شويه معلومات نقدر نستفيد فيها منها، عفوا، وكمان المشاهد يستفيد منها، شكرا لك. اهلا وسهلا، حياكم الله. مشاهدينا نطلع فاصل واكيد مكملين معاكم باقي فقرات برنامجنا اليوم.